يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر عدد من المؤرخين أن السبحة أصلها من دين النصارى والهندوس، ولا يزال بعض أهل هذه الديانات يستعملها إلى اليوم، فهل يكون استعمال المسلم لها من التشبه بالكفار؟ إذا ثبت هذا وأن السبحة من خصائصهم فلا يجوز استعمالها، أما ما دام ما ثبت هذا فالأصل الإباحة. نعم.